في مشتركي قناة جي اي اس اتش يو، راح اشرح بهذا الفيديو عن رن اوف ان هيدروغرافز، كيف نتعامل معاهم، كيف نعمل حساباتهم الهيدرولوجية الموجودة عندنا هون. بداية راح اشرح عن الهيدروغراف. الهيدروغراف عبارة عن كيرب مثل علاقة بين الكيو او التدفق او الرن اوف مع التايم الموجود عندنا هون بوحدة الاور، والكيو طبعا وحدة بوحدة متر مكعب بير سكند. برسم الكيرف له علاقة بين التايم والكيو، بسميه هذا الكيرف اللي هو الهيدروغراف. الهيدروغراف له ثلاث انواع، اللي هو الستورم هيدروغراف والدايركت رن اوف هيدروغراف واليونت هيدروغراف. لاحظوا عندنا جدول بسيط لو تايم من 6 ساعات، 12 ساعة، 18 ساعة، 24 ساعة، 30 ساعة، مع الفلو بكل واحدة 8، 25، 55، 15، 7 اللي هو رسمنا منه هذا الكيرف الموجود عندي هون. بداية أنا لازم أحسب شغلتين. طبعا هذا الكيرف البداية بيكون معي بيكون اسمه ستورم هيدروغراف، اللي هو نحن ماخذينه من العصف المطرية بشكل كامل بدون ما يعملوا أي بروسيس أو أي معالجة، بسميه ستورم هيدروغراف اللي هو علاقة بين التايم والكيو. أنا لازم أحسب شغلتين بهاي الحالة اللي هم الدايركت رن أوف هيدروغراف واليونت هيدروغراف. الدايركت رن أوف هيدروغراف عبارة عن فصل بين الجريان الفوق سطح الارض مع الجريان تحت سطح الارض، او فصل بين الران اوف اللي بصير فوق سطح الارض مع الران اوف اللي تحت سطح الارض، او بسموه اللي هو البيز فلو او السب سيرفيس فلو. الان بدايه عشان تعمل هاي تطلع دايركت ران اوف هيدروغراف واليونت هيدروغراف لازم تمشي بست خطوات سهله وبسيطه. الخطوه الاولى لازم تحسب كالكوليت ذا اند بوينت اوف ستورم هيدروغراف. لازم نحسب الاند بوينت لستورم هيدروغراف. طبعا الاند بوينت هي بنحسبها بالساعات، ان يساوي بالدايز تساوي 0.83 مضروب في اي قوة 0.2. ايه اللي هي الاري بوحدة كيلومتر مربع، بيطلع معك الان بالدايز بتضربها ب 24 بيطلع معك الاند بوينت اللي هو نقطة النهاية للكيرف اللي عندك هون. بتوصل بين نقطة النهاية مع بداية الرايزنج للمنحنى بيطلع معك شيء البيز فلو، للخطوة رقم 2 اللي هو لازم نفصل البيز فلو عن اللي هو او جريان تحت سطحي عن جريان الفوق سطحي باستعمال طريقة الستريت لاين سيبريشن. بعدين نحسب لنا قيمة البيز فلو. طبعا انا حسبت الاند بوينت بهاي النقطة الموجودة عندي هون اللي حسبتها من الان هاي، وباجي بشوف بداية الرايزنج او بداية الارتفاع بالكيرف، بوصل بخط مستقيم بين الاند بوينت مع بداية الرايزنج وبيطلع معي قيمة البيز فلو. ولنفترض انها طلعت معي 10 هون حسب الكيرف الموجود عندي هون. لان الخطوة رقم 3 بحسب لي كالكوليت ذا دايركت رن اوف اوردينيت اللي هو بالمعادلة التالية، دايركت رن اوف هيدروغراف يساوي الستورم هيدروغراف ماينس البيز فلو. الان انت راح تمسك كل واحدة من هاي القيم الموجودة عندك هون بالكيو وتطرح منها البيز فلو بحيث انه تطلع منها قيم الدايركت رن اوف هيدروغراف. وننتبه هون لشغلة انه القيم او الناتج السالب بينزل صفر بعملية الطرح، ما بنزل الناتج بالسالب. خلينا نحسبهم بشكل سريع وبسيط. نيجي هون نحكي انه الدي ار اتش، ننزل الجدول شوي لتحت، على افتراض البيز فلو طبعا حسبت 10 انا من الكيرف الموجود عندي هنا. لاحظوا السبريشن بيتم من اند بوينت هنا، هاي الاند بوينت ان، وهون بداية الرايزنج بوصل بخط مستقيم بيناتهم بيطلع معي انه هاي هي البيز فلو. طبعا هون تحت بيكون البيز فلو وفوق بيكون الدايركت رن اوف هيدروغراف. يعني كل اللي تحت هذا عباره عن جريان تحت سطحي او قاعدي، وكل اللي فوق هذا الخط عباره عن جريان فوق سطح الارض. الان لما احسب هون اطرح من كل وحده البيز فلو بدي اطرح من 8 10 فبيطلع جواب سالب 2، لازم احط الجواب 0. حكينا السالب ينزل 0. 25 ناقص 10 اللي 15، وهون 45، وهون 5، وهون 0. الآن نيجي للخطوة اللي بعديها. هنطلعنا دايركت رن اوف هيدروغراف، لأن لازم نحسب اليونت هيدروغراف. اليونت هيدروغراف لازم نحسب شغلة قبلي لنحسب الرن اوف فوليوم لهي العاصفة المطرية كاملة، اللي هو الرن اوف فوليوم بوحدة متر مكعب يساوي دلتا تي ب 3600 بمجموع الدايركت رن اوف هيدروغراف. دلتا تي اللي هي التايم ستيب بين كل قراءة والثانية هون، وأكيد موجودة عندنا 6، وعلى اسمها بسموه الهيدروغراف. يعني بحكي لك 6 اور هيدروغراف، تعرف انه دلتا تي بيناتهم كل وحدة والثانية 6 ساعات، أو 8 اور هيدروغراف، تعرف انه دلتا تي بين كل قراءة والثانية هي 8 ساعات مثلا. 3600 تحويل من اور لسكند، ومجموع الدي ار اتش اللي هو مجموع القيم اللي طلعتها هون اللي هم 15 زائد 45 زائد 5. لاحظوا عشان هيك حكينا السالب ينزل 0 لما بأثر على المجموع عندي هون. ف 15 زائد 45 60، و5 اللي 65. لما اجي احسبهم بحكي 6 في 3600 ب 65 بيطلع معي الرن اوف فوليوم بالمتر مكعب. لا بدي احسب الخطوه اللي بعديها الرن اوف ديبث بوحده سنتيمتر يساوي الرن اوف فوليوم بوحده متر مكعب تقسيم الاريا للبيزن بوحده متر مربع مضروب في 100 للتحويل من متر لسنتيمتر، بيطلع معك الرن اوف ديبث بالسنتيمتر. وخلينا نفترض جدلا طلع معي الرن اوف ديبث اللي هو 3 مثلا سنتيمتر او 5 سنتيمتر رن اوف ديبث. الان لازم احسب اخر خطوه اللي هي كالكوليت يونت هيدروغراف اوردينيت اللي بدي احسبهم. اليونت هيدروغراف يساوي الدايركت رن اوف هيدروغراف طلعتهم هون قبل شوي اللي هم 0 15 45 5 0 مع مقسومة على رن اوف ديبث اللي حسبته بالحالة هاي بوحدة سنتيمتر. خلينا نفترض طلع معي الرن اوف ديبث 5 سنتيمتر،
فباجي بحسب هون اليونت هيدروغراف من الكيرف الاخير اللي هي 0 على 5 0 15 على 5 يساوي 3 45 على 5 9 و5 على 5 1 هنا 0. هيك انا حسبت اليونت هيدروغراف والدايركت رن اوف هيدروغراف والستورم هيدروغراف اوريدي موجود معي، وهيك حسبت العلاقات بيناتهم كلاتهم. لاحظوا انه البيك هنا البيك او يعني اقصى قيمه وصلها الفلو اللي هي 55 متر مكعب بير سكند بعد 18 ساعه من العاصفه المطريه. ولاحظوا هون بيك الدايركت رن اوف هيدروغراف هي 45، بيك اليونت هيدروغراف هي 9. لاحظوا كل ما نزلت بالكيرفات الكيو او ستورم هيدروغراف اكبر واحد بالقيم، يلي بالقيم اللي هو الدايركت رن اوف هيدروغراف، اصغر واحد بالقيم هو اليونت هيدروغراف. فهي العلاقات بيناتهم كيف نحسبهم كلياتهم، وهاي كيف نطلع اللي هي اليونت هيدروغراف ودايركت رن اوف هيدروغراف، ونفصل الجريان السطحي عن التحت سطحي او البيز فلو بطريقه الستريت لاين سيبريشن. هيك بنكون انهينا شرح الهيدروغراف. انتظرون فيديو قادم لنشرح عن حساب الرن اوف باي منطقه معينه. يعطيكم العافيه.